وفي الجلسة الرئيسية قال سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام إن أحداث ما يسمى بالربيع العربي أثبتت أن متطلبات الحرية أو حرية التعبير اختزلت في التعبير بدون هدف، حيث اعتمدت العديد من الفضائيات شعار الإساءة للآخر في تسويقها لمؤسساتها الإعلامية. الحقيقة موضوع الرأي العام قبل 50 سنة كان هناك أحد القادة العرب عندما دخل التلفزيون إلى بلده قال الآن دخلنا إلى كل بيت ونستطيع توجيه الرأي العام. في عام 90 لما دخلت الفضائيات وكانت أول فضائية دخلت إلى المنطقة CNN إعادة بث عبر البحرين ومن بعدها NBC، المجتمع العربي أو الخليجي كان يتفاعل مع هذا الموضوع بشكل إيجابي وسلبي. 96-97 دخل الإنترنت، حتى عام 2003 لم تكن هذه الوسائل موجودة، تويتر، إنستغرام، كلها في عام 2003 ما كانت موجودة. في 2007 بيل جيتس قال أن التلفزيون التقليدي سوف ينتهي عندما دخل العالم العربي بما يسمى الربيع العربي. في 2011 كان الشعار حرية التعبير، وإحنا كنا نعتقد بأن حرية التعبير هي وسيلة للوصول إلى هدف، ولكن للأسف شفنا أن حرية التعبير هي الهدف فقط. فكان الشعار الذي ينقل عبر كثير من الفضائيات التي وصل عددها إلى 1200 فضائية عربية تتحدث العربية، 86% منها قنوات خاصة، عندما وصلت المنافسة إلى مرحلة الانتشار كان الهدف منها الإساءة للآخر، سوق لنفسك عبر الإساءة للآخر فقط، خاصة من لا يملك تاريخ. وقال سعادة وزير شؤون الإعلام أن مشكلة الرأي العام في الوطن العربي هي عدم وجود مؤسسات تقيس الرأي العام، مضيفا سعادته أن الاستثمار يجب أن يكون في مراكز الدراسات لقياس الرأي العام ودراسة كل حالة على حدة. أنا في وجهة نظري أن مشكلة الرأي العام هي لا توجد لدينا مؤسسات في وطننا العربي تقيس الرأي العام. وأكبر مشكلة بأن الكثير من الدول العربية اتجهت إلى الخارج واستعانت بشركات لقياس الرأي العام العربي، وهذه لا يؤخذ فيها. وأنا أعطيكم مثالين، مؤسسات قياس الرأي العام في أمريكا لم تتوقع فوز الرئيس ترامب، مراكز الدراسات لم تتوقع الأزمة المالية في 2008. نحن إذا أردنا أن نعرف من يوجه الرأي العام يجب أن يكون استثمارنا في مراكز دراسات لقياس الرأي العام ولدراسة كل حالة على حدة. فمن يوجه الرأي العام؟ نحن الآن في زمن الفوضى، هل نستطيع تنظيم أو إعادة تنظيم هذه الفوضى الموجودة في الإعلام؟ قبل 4 سنوات كنت حاضر إحدى المنتديات الإعلامية وكان يجلس بجنبي أحد الكتاب العرب الكبار والذي دائما ينادي بحرية التعبير، فسألت هذا السؤال كيف نعالج هذه الفوضى؟ فكان رده يجب أن نعزز ثقافة التقاضي. فقلت له أنت أكثر من ينادي بحرية التعبير وعدم تقييد حرية التعبير، فقال نحن الكتاب الآن أكثر من نعاني من هذه الفوضى الموجودة. باختصار نحن ككتاب لا نستطيع الآن توجيه الرأي العام. أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي فترة مخاض وإن طالت قليلاً، سنحتاج فترة طويلة ليتفهم المسؤول
خاصة في المؤسسات الحكومية بأن يجب التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه الكثير من الشفافية والمصداقية. وفي ذات الجلسة حذر سعادة وزير شؤون الإعلام من وجود منظمات مدعومة من جهات خارجية تسعى لتقويض الأمن من خلال التحريض عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن نعي بأن هناك مؤسسات ومنظمات ومدعومة من جهات خارجية تسعى لتقويض الأمن، تسعى للتحريض من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال بث أخبار فيها جزء من الحقيقة. وهنا الخطورة هي التلاعب في الخبر نفسه، والقصد منها التأثير وقيادة الرأي العام. في 60 ثانية هناك أكثر من 350,000 تغريدة، هناك أكثر من 70,000 صورة على الانستغرام، هناك أكثر من 400 ساعة تنزل على اليوتيوب خلال 60 ثانية. وهذا الرقم يؤكد بأن العمر الافتراضي لأي معلومة أو أي خبر جدا قصير. هناك فرق بين الانتشار والتأثير. في العالم الافتراضي الانتشار هو الغالب، ولكن نتيجة لعدد كمية وتدفق المعلومات الموجودة أصبح التأثير جدا بسيط. ما في شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي جدا مؤثرة، وفي نفس الوقت ما زالت هناك وسائل الإعلام التقليدية تملك هذا التأثير، والسبب أنا أعتقد المصداقية.